صفة صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بعض شعبان أو كان يصوم أكثر أو كان يصومه كله؟ اختلفت الروايات. فجاء في حديث عائشة في صحيح البخاري قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. هذا اللفظ يعني لو أخذنا بظاهره لانتهى الأمر، قولوا رب حلو حرم ذن يصوم كله. ولكن جاءت أحاديث تفيد بأن هذا اللفظ لا يقصد على بابه، وإنما المعنى أكثر الشهر كما سيأتي. ابن المبارك رحمه الله تعالى وهو من أئمة الحديث يقول وهذا جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، كما يقول القائل قام فلان ليلته أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. واحد إنسان كان يقوله قام هذه الليلة، طيب قام هذه الليلة الليل يعني يبدأ من المغرب، يعني قام من المغرب هو واقف يركع ويسجد حتى بزغ الفجر، مش هو هذا المعنى. قام الليل أي قام أكثره، لعله تعشى ولعله اشتغل ببعض أمره، لعله آنس أهله، لعله مثلا كلم ولده، ومع ذلك يطلق على الجميع بأنه قام الليل أجمع. فكذلك إذا قيل صام الشهر كله. في الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن عائشة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. يعني ما عمره كمل في شهر وصام كله إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. إذن هذا يفيد أنه يكثر ولا يصومه كله. وأيضا جاء في حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. يعني يصوم حتى نقول قد صام، يعني قد صام الشهر كله، لا يمكن لا يفطر في هذا الشهر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني ما بين ليش قاع غادي يصوم في هذا الشهر. ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. إذن جزء ديال الجمل ذكرتهم عائشة رضي الله عنها. يقول القاضي عياض رحمه الله كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. الكلام الثاني تفسير للأول، هذا الكلام ديال القاضي عياض رحمه الله. الكلام الثاني تفسير للأول، شنو هو الكلام الثاني؟ كان يصوم شعبان إلا قليلا، هذا تفسير ديال كان يصوم شعبان كله. وعبر بالكل عن الغالب والأكثر، وهذا الكلام الذي ذكره القاضي يعني نقله الحافظ في فتح الباري وصوبه لدلالة الرواية عليه، يعني قال هذا القول هذا هو الصواب لأن الروايات تدل عليه. لأن دائما في هذه الأمور التي تشكل في اختلاف الروايات لابد من جميع الروايات ومحاولة إعمالها، فلا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن لأن كلام العربي لا يأبى هذا الأمر، يعني كلام العرب يعني قابل هذه القضية ديال يعني إطلاق الكل وإرادة يعني الأكثر،